مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كيف تقرأوا في العنوان فهذا سوق للأسف في مدينة الدار البيضاء، المدينة اللي غتنظم مقابلات في كأس العالم سنة 2030 ومرشحة لاحتضان نهائي كأس العالم كذلك. ففي مدينة الدار البيضاء هناك سوق مصنوع من الميكا والعود، سوق بحاله بحال الأسواق الأسبوعية اللي كتكون في البوادي، مثلا سوق المجاطية، ثلاث الأولاد، راس العين، خميس زمامرة، بحال الأسواق، سوق عشوائي بمعنى الكلمة. هاد الناس أو هاد التجار عيوم يناضلوا، عيوم يكتبوا، عيوم يتكلموا من أجل بناء سوق يحفظ الكرامة ديالهم وكذلك حتى الكرامة ديال المواطنين اللي كيجيو كيتقداو. هاد السوق قديم وقديم بزاف. رئيس المقاطعة الحالي كان رئيس مقاطعة زمان، يعني في التسعينات، وكان الأب ديالو كذلك هو رئيس مقاطعة، وقبل من هاد الولاية ديال هاد الرئيس كان دو جوج الولايات ديال السيد الحياة اللي كان رئيس مقاطعة مناشيد وكان والنائب الأول ديال عمدة مدينة الدار البيضاء. اشكون نقول لكم بان رؤساء المقاطعات ما عندهمش الربح في السواق باش يبني لك سوق ما غيستافد منه والو. هو رئيس مقاطعة خاصو فين يستافد، ماشي غير هذا، جميع رؤساء المقاطعات. انا ما كنتكلمش على هذا يعني باش ما نظلموش الناس، حيت هذا يلاه جا ولو انه كان رئيس سابق، ومن اللي جا لحد الساعه صفر انجاز والو، حتى حاجه ما دايره. تخيلوا بان التجار ملي كتصب الشا كلهم كيفزقوا، الطوبات كيجريو طوبات هنا، تخيلوا اللي بغيتو تخيلوا بالليل لاعبين ماتش طوبات هنايا كينقزوا الديور كاملين، كتلقى فيهم طوبات اللي كاينين هنا كلهم، لان كلهم كيدخلوا لهم لان السوق على البيبان ديالهم. انا ماشي ضد التجار، انا كنتكلم من اجل التقدم، من اجل التنميه، من اجل بناء سوق لهاد الناس. هاد التجار هادو التجار معروفين من زمان وما كاينين هنايا، كيبيعوا بالميكا وكيبيعوا بحال دوك الاسواق. هادشي راه ما الله يلا زميلي حشومه، قسما بالله حشومه في مدينه الدار البيضاء، وما قادينش يصوبوا اسواق، ما فيها السواق. السوق مصوب من الميكا والكارطون ومن العود، عيب. هاد الناس علاش ما تبنيوش لهم هاد البقعه هادي؟ الا كان دار شي واحد، لان اللي سمعنا هاد البقعه ماشي ديال الجماعه، حتى الا كان ديال شي واحد راه الجماعه ومجلس المدينه عندهم حق انهم يديروا يسحبوا لي هاد الارض هادي من اجل المنفعه العامه، يشريوها من عنده ويمشي بحاله ويبنيو الناس السوق، ويكون سوق من ثلاث طوابق باش كلشي يستافد، ماشي سوق واحد ديروا فيه 100 واحد والله يعاونو تخليو 600 على برا. كيبيعوا الخضره كتباع في الارض، كلشي في الارض. باغي نحاربوا العشوائي، اما خدمتوش باش تحاربوا العشوائي، كون خدمتو ما كانش غادي يكون العشوائي، كون خدمتو كان الامور غتكون مزيان من الاول، ما غاديش تنوضو دابا وتراكس وجرين حيد انت ارى هذا حيد من تما. للاسف هناك منتخبين كيضيعوا سنوات من عمر بعض المقاطعات من الساكنه اللي كينتخبوهم، وفي الاخير ما كيديروا لهم حتى شي حاجه، فقط تضيع الوقت. خمس سنوات كتضيع من عمر الساكنه، ما كيصلحوا لهم حتى شي حاجه، ما كيعملوا لهم حتى شي حاجه، كيخليوها فقط من اجل قضاء المصلحه ديالهم. سوق عشوائي، كنتمنى الخير لهاد التجار هادو، يناضلوا يهضروا مع العامل، يتحركوا واحد شويه، يمشوا عند رئيس المقاطعه، لان غادي يوصل الوقت ديالهم غادي يحيدوهم، وانا ذاك غتوقع الكارثه. اش كنقول لكم بان مولاي رشيد اكبر منطقه غادا تكون متضرره من عمليه تحرير الميق العمومي، السيد الوالي اللي كنتمناو ان يوصلوا الواقع ديال مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء صعيب انك تخدم بوحدك، خاص معك رجال يكونوا بحالك، احنا كنعرفوا النزاهه ديالك وكنعرفوا الخدمه ديالك،
والسمعه ديالك سابقاك، رجل معقول، ولكن خاصك الرجال والنساء يكونوا كذلك معقولين، لان هناك منتخبين في مدينه الدار البيضاء اغلبيتهم ذو المستوى، اغلبيتهم كيقلبوا فقط على المصلحه الشخصيه ديالهم، ما كيقلبوش على المصلحه العامه ويصلحوا ويدشنوا ويستافدوا الشباب ديال المنطقه. الهم ديالهم من الانتخابات هو الربح المادي، لانه تقدم من الانتخابات وعاطي فلوس، ما يمكنش انهم يخرجوا بلا فلوس. الا حط 200 راه خاصو يخرج بواحد 800. هادو هما انتخابات للاسف في المغرب. للاسف مشاهدي قناه شوف تيفي، نتمنوا خير ان شاء الله. هذا ما كاين في مدينه الدار البيضاء، نتمنوا من عمده مجلس مدينه الدار البيضاء ان كذلك تيتحرك. الوالي كذلك يجلس مع رؤساء المقاطعات، لان هناك ميزانيه للاسف ما تمش استغلالها في امور اللي خاصها ترجع بالنفع على الساكنه. الناس خدموا فقط المصلحه الشخصيه ديالهم، ما خدموش المصلحه ديال المنطقه اللي ثقوا فيهم وعطاوهم الصوت. انتوما دابا انا كنهضر في الشرقيه بلاتي، دابا واحد سميتو محمد عمر يشرحوا لي الله يرحم لكم الوالدين شنو كنت كنقول. دابا قال لك انت تدخل سوق راسك وديها في راسك شويه، مالك على هذا الشيء، خلي الناس ترزق على الله. دابا هذا ما غاديش نقدر نجاوبو، لان انا من الصباح وانا كنهضر وقال لك دخل سوق راسك. دابا هذا ما هذا ولي انت كتهضر في الشرق وكيفهم في الغرب، هذا ما غاديش نتناقش معاه. اللي عنده شي جهد يشرح لي الله يرحم لكم الوالدين يقولوا لي شنو كنت كنقول. وما اكثرهم هذا واحد الحيوان سميتو اسماعيل. بلات 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 بلات، انا كيعجبني هذاك اللي كيخصو الهضره. بلات الله يرضي عليك. بلات بلات سميتو اسماعيل محبوب الله. الله يا ودي محبوب الله وكتخصو الهضره. تخيل دابا امك كتفرج انت في هذا المباشر، هذا امك ولا اختك كيتفرجوا في هذا المباشر وانت كتخسر الهضره. دابا هنا ملي كتكون الجهل والاميه راه ما خاصك انت تسكت، ملي كيكون الجهل والاميه ما خاصكش تزيد تناقش مع الناس. كنهضروا في واحد الموضوع بنادم مكلخ ما قاريش، جاهل امي، انت كتشرح من الصباح وانت كتبلبل وكتهضر وكتدافع على الناس، شوف واحد شنو كاتب لك. واو والله الا سميتو زوينه وخاسر هو اسماعيل محبوب الله. منين اودي منين فمك خاسر اصاحبي، ما رباوكش والديك؟ امك دابا كتفرج في هذا المباشر، ربما انت واقع لك تقول هذه الهضره كاع في الدار واقيلا ملي كتجيك انت عادي. راه ملي كتجمع الاميه والجهل خاصك تهرب وترجع، ما يمكنش انك انت تناقش مع ناس. انت كتدافع على واحد التجار اللي غادي يحيدوهم يا اليوم يا غدا، كتدافع عليهم باش يصوبوا لهم سوق فين يشتغلوا، واحد كيقول لك ديها في. ودابا هذا باش فطار باش ناس شنو ما عرفتش، والله ما عرفت. سمير فضيل
لا حياة لمن تنادي، راه الجهل الجهل راه في خبرك. عرفتي الشعوب الاوروب باش فيتينا، فيتينا بالعلم ياك. الناس تقدموا باش تقدموا، قراو مزيان قراوهم. الناس كيعرفوا الحقوق ديالهم، كيعرف ما لك وما عليك، كيعرف يدافع على راسو. هنا بنادم واكل مخ الضبع، واكل السبرديله، ما عارفش الحق ديالو فينا هو، ما عارفوش الحق ديالو، ما يقدرش يدافع عليه. تاخذوا ليه وما يدافعش عليه، غيبقى غير ينبح في الاخر ما غيدافعش عليه. ما عارفش فين يمشي، ما عارفش المؤسسات اللي خاصو يمشي لهم، ما عارفهمش. الجهل والاميه ملي كتكون انت كتتكلم على واحد السوق عشوائي فيه الميكا والبلاستيك، والمنتخبين ما خدموش المنطقه، ما صوبوش لهم سوق فين يشتغلوا. واحد كيجي كيخسر هذاك يقول لك انت ما عرفت وراه بزاف. واحد سميتو تا هو مولاه ربي، فوتو لكم الله. ودابا راه امك كتفرج شي في هاد المباشرة دي، الام ديالك راه كتفرج شي في هاد الفيديو هذا، ولا خصك حتى هي غادي تفرج في هاد الفيديو، ولا بنت خالتك ولا الاب ديالك. ولا لو كان كنتي مربي ما غاديش تخسر الهضرة، لان الناس تا واحد فيهم خسر الهضرة. الناس كيتفرجوا محتارمين نفسهم، اللي كتب كومونتير كتبو انت قد، ولكن تخسر الهضره علاش؟ اللي كيخسر الهضره راه هو شكون هو؟ هو اللي ما مربيش، مربي في الزنقه، ما كيحترمش الناس. كتلقاه مريض نفسي، عنده عقد، اللي شافو كيعيرو، اللي شافو كيهضر فيه، اللي شافو كي هو هاد النوع. وتجمعوا غير أئمة وداد، والله إلا تجمعوا غير أئمة. إبراهيم قوميت، الفقر والجهل والأمية وقلة التربية، صافي أنت خسرتي ليا كلشي. بنادم اللي ما كيفهمش الهضرة، أنت شنو كتهضر وما فاهمكش شنو كتقول بعدا، وكيجي كيعاير. دابا هذا ماشي مريض، إذن غدا نوصل لنهاية المباشر. تبارك الله عليكم. والناس اللي كيخسروا الهضرة باش نعاود نكملها لكم تاني، ما مربينش، اللي كيخسر الهضرة ما مربيش، عايش في الزنقة، حياته عذاب، معقد، ميكروب، هادشي كامل، جميع المواصفات كتكون في هذا النوع اللي ما كيحترمش الآخرين بدون سبب، كيبدا يسبوا ويعيروا الناس اخرين. فهذه ماشي تربية، التربية هي النقاش. ناقشني وقنعني إلا كنت خاطئ، إلا كنت شي حاجة ديال العيب فهم لي وصلح عليا. ملي كتجي وكتخسر فقط غير الهضرة، هذه حاجة أخرى. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، فغادي نوصلوا لنهاية المباشر. تبارك الله عليكم، معكم مبروك.